طيب هنروح لاتحاد الكوره. اتحاد الكوره في اخبار عن انه طاقم الحكام الاجنبي اللي هيتم استقدامه لمباراه القمه. بيقول الخبر انه اللجنه الخماسيه اكدت انه خلاص انهت الاتفاق مع طاقم الحكام الاجنبي علشان يدير مباراه القمه بين الاهلي والزمالك يوم السبت اللي جاي ان شاء الله على ملعب استاد القاهره، وهيضم الطاقم 5 حكام، حكم ساحه، مساعدين، 2 مساعدين، وحكمين علشان تقنية الفيديو الفار. الإعلان كان بشكل رسمي، كانوا بيعلنوا عن جنسية وأسماء الطاقم ده. إن شاء الله ده هيكون بالتفصيل يوم الخميس اللي جاي بالليل. زي ما احنا عارفين أنه الأهلي هيدخل المباراة دي وهو متربع على قمة جدول الدوري برصيد كام يا كابتن؟ يعني معدي يمكن 55 اعتقد، يعني خلاص وصلنا يمكن النادي الاهلي في اعتقادي لو مشي بهذا المستوى ان شاء الله يمكن قبل نهايه الدوري، ان شاء الله لو كسبنا ماتشاتنا قبل الدوري يمكن ما ينتهي ان شاء الله ب5 أو 6 أسابيع يكون بطل ان شاء الله، بطل النسخه ديت. و ده اللي احنا متعودين عليه النادي الاهلي ان شاء الله. 56 نقطة لسه بيقولوا لي 56 نقطة النادي الاهلي حصل عليها لغايه دلوقتي، وان شاء الله باذن الله على هذا المنوال ان شاء الله باذن الله. انا امنيتي الشخصيه ان شاء الله ان النادي الاهلي يفوز ببطوله الدوري بدون هزيمه، ده تارجت كبير جدا، وان شاء الله يكون واصل للجهاز الفني واصل للعيبه انك كمان تحقق ريكورد كويس او انك تاخد الدوري بدون هزيمه. فان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي.